خصوصا انه تتاح او يتاح لي ان اعلق المباراه الثالثه في بدايه الموسم من عندك كاس السوبر على لقب الشيخ جاسم، ثم بعد ذلك مباراه الاهلي والغرافه. وهذه المباراه الكره الى مغداد بونجا. نعم، هنا عنوان النجاح، مغداد بونجا يسجل الهدف الاول لنادي السد. هذه المهمه كانت معروفه لخلفان ابراهيم حتى جاء تشافي. انطلاقه للعبه ممتازه لمصلحه السد. الان مرور، يا سلام يا سلام يا سلام على الرايق حسن الهيدوس، يسجل الان ملعوب على طول باتجاه الهيدوس. الهيدوس ياخذ كره في اليمين، يتقدم فيها الهيدوس، يلعبها الى الجانب. تبديلين دفعه واحده منتظره من الخلفيات في اللحظات القادمه. هيدوس مشيت فيها، تقدم وسدد. يا سلام يا سلام يا سلام، علي اسد اللي سدد وسجل، اللي سدد وسجل. الان في مرحله جيل جديد وجيل شاب من الحكام